الأول في التاريخ الحياة الاجتماعية، وركز معايا هنا علشان الدرس طويل ومحتاج فهم. فلو تشتت انتباهك في حاجة تانية هيضيع منك الدرس، أنا عايزك تركز معايا علشان تفهم الدرس بشكل كويس. وخدوا بالكم من الطالب اللي بيفهم في الحصة ولو بنسبة 50% مجرد ما يروح البيت يذاكر الدرس شوية هيحصل الدرس كامل. اللي بيقعد بقى سرحان ومشغول ومش مركز هيضيع منه الدرس. الحياة الاجتماعية ده الدرس الأول في منهج التاريخ عندنا. فعايزين نعرف يعني ايه حياة الاجتماعية. مجموعة من العادات والتقاليد التي تتمسك بها جميع الطبقات في فترة زمنية محددة. واضح؟ طبعا انا قلت هنا يتمسك بها جميع الطبقات. معنى كده ان المجتمع عبارة عن ايه يا جماعة؟ طبقات. طب كلمة طبقة بقى. انا عايز اعرف يعني ايه طبقة. زي مثلا هنا في المثلث بتاع الطبقات دي. في طبقة عليا وطبقة تانية وطبقة ثالثة وطبقة دنيا. فانا عايز اعرف مصطلح الطبقة. كلمة طبقة تعني ايه؟ مجموعة من الافراد تجمعهم صفات واهداف محددة. فدي بسميها طبقة. والمجتمع المصري القديم كان مقسم الى كم طبقة؟ 1، 2، 3، 4. 4 طبقات في المجتمع المصري القديم. طبعا الطبقة العليا هيكون مين؟ فرعون. ومين؟ واسرته هيكونوا معاه. دي الطبقة العليا اللي بتتمتع بجميع المزايا. تيجي بعدها الطبقة الثانية اللي هم اللي بعد فرعون على طول. هيجي لك بقى الوزير وحكام الاقاليم وكبار الكهنة والكتبة. انتوا عارفين ان مهنة الكاتب كانت مهمة جدا في المجتمع المصري القديم. ممتازة. كان أصل يختار منهم والمناصب العليا في الدولة بتختار منهم. فعشان كده مهنة الكتبة كانت مهمة جدا. وعشان كده كان مجتمع مصر قديما مهتم بالتعليم قد دلوقتي 10 مرات. الطبقة الثالثة اللي بيتكون منها المجتمع المصري القديم طبقة صغار الزراع والتجار وأصحاب الحرف المتميزين والموظفين. دي الطبقة الثالثة. طبقة الدنيا والأخيرة وهي أقل طبقة في المجتمع المصري القديم عمال الزراعة والحرفيون والرعاة والعبيد. دول كانوا بيمثلوا الطبقة إيه؟ الدنيا، يعني الطبقة يبقى دول الطبقات المجتمع المصري القديم. وأنا بتكلم عن الحياة الاجتماعية لازم أعرف طبقات المجتمع. واضح؟ طيب المجتمع ده او اي مجتمع في العالم كله له نواه اصل وهو الاسره. الاسره المصريه القديمه هي نواه المجتمع بشكل عام. اي اسره بقى في الدنيا بتتكون من 3 اركان: اب وام واولاد او ابناء. كل واحد من الثلاثه له حقوق وعليه واجبات. له حقوق وعليه واجبات. فانت كابن دلوقتي عايز تاخد حقوقك يبقى لازم تقضي واجبات. يعني بس عايز العب، طب اعمل واجبات اللي عليك الاول. عايز تاخد وقت راحه، طب ابذل مجهود الاول. عايز اخرج واتفسح، طب شوف ايه الالتزامات اللي عليك اعملها الاول. دي اسمها حقوق وايه؟ واجبات. فاذا اردت ان تنال كل حقوقك فافعل كل واجباتك. ماشي يا جماعه؟ اهم حاجه عند الاب والام تفوق وتميز الابن في الاخلاق والعلم. اقصى امنيه اي اب في الدنيا ان يكون ابنه متميز احسن منه. وان الام ترى ابنائها وبناتها افضل ناس. فعلشان كده لابد من تاديه الحقوق والواجبات. الاب الواجبات اللي عليه ان يرعى اسرته. برافو عليك. ينفق على اولاده وعلى اسرته ويؤدي ما عليه من واجبات. وكمان مهم جدا المشاركه في التربيه. طب الحقوق اللي له يحترم ويقدر ويكون الابناء بارين به ويرعوه حتى ولو بعد وفاته. دي واجبات على الابناء تجاه الاب. العنصر الثاني او الركن الثاني الام. والام دي اعظم مخلوق خلقه ربنا. لان هي احيانا بتقوم بدور الاب والام وبتبذل كل حياتها من اجل ان هي ترى ابنائها سواء كانوا اناث او ذكور افضل ناس. ودي امر واضح وملموس عند الكل. كل امهاتكم وامهاتنا بيبذلوا مجهود جبار عشان تكونوا انتم الافضل. فالام لها حقوق الاحترام
والتقدير والصله والود. وايه الواجبات اللي عليها؟ ان هي تطوع شؤون منزلها وتشرف على تربيه ابنائها وتساعد زوجها احيانا. واضح؟ طيب حضراتكم بقى اللي هم الاولاد بنات او اولاد، الواجبات اللي عليكم اول حاجه مساعده الام والاب. لا، اول حاجه قبل مساعده الام والاب التميز والتفوق الدراسي. كل اللي احنا بنتمناه في ابنائنا ان يكونوا متفوقين دراسيا واخلاقيا ويكونوا اشخاص متميزين جدا. ده واجبات عليك. تطيع الوالدين وده امر مشروع في الدين الاسلامي بل فرض، وتحسن اليهم حتى بعد موتهم، وتعمل الواجبات اللي عليك. الحقوق اللي عليك ان الاب ينفق عليك والام تساعد في تربيتك وتحسن اليك علشان تطلع انسان في المجتمع يكون فرد صالح. فنوات اي مجتمع هي الاسره باركانها الثلاثه، الاب والام والاولاد. المجتمع المصري القديم المسكن فيه بيختلف من طبقه الى اخرى، ما فيش طبقه من طبقات المجتمع شبه بعضها. اولا المسكن كان بيبنى من الطوب اللبن. مساكن الفقراء غير مساكن الاغنياء اللي هي القصر الفرعون. فمثلا مسكن الفقراء كان عباره عن ممكن طابق او طابقين وغرفه او غرفتين، والاثاث الفرش بتاعه برضه فقير. لكن طبقه الاغنياء ممكن البيت قديم ايام الفراعنه ممكن البيت يتكون من طابق او طابقين، تمام، وده في الغالب. والفرش بتاعه بقى انظف انواع الفرش، واحيانا الجدران تكون منقوشه او مرسوم عليها، والاثاث اللي هو الفرش اللي جوه راقي لانه طبقه ثريه في المجتمع. طب قصر الفرعون بقى لا، ده قصه. حاجات مزخرفه، غرف كتيره جدا، حدائق تحب القصر، اسطبل للخيل، غرف للخدم، موجود فيه تحف مزخرف بأرقى أنواع الزخارف لأنه قصر الفرعون. وطبعا ده مذكور في القرآن الكريم، فرعون كان يتعالى على قوم مصر. الله تبارك وتعالى يقول: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ عايش بقى في قصر فيه كل ما يخطر ببالك من أنواع الزخارف والفخار. فالمسكن والاثاث والملابس كلها حسب الطبقه. طبقه الفقراء كانوا بيلبسوا الكتان. اللي قبل ما عرفت القطن اللي احنا بنلبسه ده، في نبات اسمه الكتان كان بيصنع منه ملابس الفقراء. طيب الاغنياء بقى الحرير. والفرعون كان الحرير المستورد من الخيل. فالملبس بيختلف حسب ايه يا اولاد؟ الطبقه. برافو عليك، الملبس بيختلف حسب الطبقه، وكذلك المسكن حسب الطبقه. والمأكل كله حسب الطبقه بتاعته، حتى الزينه، الزينه طبعا اهتم بها الرجال والنساء قديما. النساء بتهتم بالزينه الظاهريه والداخليه، وكذلك الرجال بيهتموا بالزينه، ودي معروف عن المصري القديم. تعالوا بقى لأهم العادات والتقاليد اللي كانت موجودة عند المصريين القدماء. عادات الطعام مثلا من عادات المصريين القديمة واللي زالت باقية لليوم ونبه على الإسلام، هو غسل اليدين قبل وبعد الطعام. أول الموارد كانت عبارة عن حصيرة في الأرض، وبعدين عملوا المائدة المرتفعة شيئا ما، وبعدين وصلوا للسفرة المعروفة في بيوتنا كلنا دلوقتي. ده بالنسبة لعادات يا أولاد الطعام. طبعا كان بتجتمع الأسرة على مائدة واحدة يأكلون مع بعض. في الزيارة عرف المصر القديم آداب الزيارة، فلازم يستأذن قبل ما يروح. يعني أنت مثلا لو تعمل زيارة لعمك أو لعمتك أو حد من أصدقائك بتستأذن تعرفه ان انت هتزور، ما ممكن ما يكونش موجود او مشغول او عنده ضيوف. فما ينفعش ان انا اروح كده وبعدين قبل ما ادخل لازم اطرق الباب سلاسل. وكذلك الدين الاسلام وحس على المساله دي: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. من العادات السيئه عندنا في بيوتنا ان الواحد فينا بقى من النوم الصبح يبقى بابا قاعد او مامته قاعده. ايه يا عم؟ لا صباح الخير.
ولا سلام عليكم ولا زي الحال ولا لا هو قام من غرفه النوم كده اهو تعال الحمد لله. انت تعدي على باباك على مامتك على اخوك على اختك على اي حد معاك في البيت صباح الخير السلام عليكم ايه الاخبار ايه الحال ده بيقول لك مش هحس ان في ترزنات معاك ماشي دي مهم جدا دي من الاداب حتى اللي حس على الدين الاسلامي. المجتمع المصري القديم ما كانتش حياته كلها شغل وتجاره ونجاره وحتاله لا كان في نوع من انواع ايه؟ الترفيه والتسليه. فانا عندي مجموعه من انواع الرياضات اللي مارسها المصري القديم زي رياضه الصيد. والصيد خد بالك متنوع. في صيد الطيور والغزلان وفي صيد الاسماك وفي صيد البط والوز. دي كان من الرياضات اللي بيمارسها الطبقه العليا في المجتمع. طبعا كان بيستخدم بقى في ادواته كان بيستخدم الشباك والرمح والصناره اللي معروفه لغايه دلوقتي عندنا والناس لغايه النهارده اولاد بيصطادوا بالشباك وبيصطادوا بالصناره اللي هي معروفه دلوقتي دي من ادوات الصيد طبعا بجانب المركب. الالعاب بقى اشتهرت في المجتمع المصري لكن تنوعت لان في العاب للرجاله والعاب للاولاد والعاب للبنات والعاب للنساء يعني بتختلف. فانا عندي مثلا العاب الرجال بتعتمد على القوه زي المصارعه وزي حمل الاثقال وزي يمسكوا يضربوا بعض علقه سخنه في الشارع برضه المصارعه بتدربوا على الاداء والمبارزه بالعصا يمسكوا عصايه كده زي السيف ويتبارزوا بها دي العاب خاصه بالرجال. عندي العاب خاصه بالنساء اللي هو تقاذف الكره واحدة تقف هنا واحدة تقف هنا وواحدة في النص وتمسك الكورة لو جت فيها تبقى اتغلبت. لعبة اسمها تقاذف الكورة. طب العاب الاطفال الصغيرين القطايط اللي زي حضراتكم لعبة اسمها العصا والطوق لا ده بابش ده دلوقتي احنا بنتكلم على المجتمع المصري ايام الفراعنة. لعبة تانية عارفين لعبة استغماية اللي هي اخفاء الوجه اللي كانت موجودة عند المصري القديم. ألعاب خاصة بالرجال وألعاب خاصة بالمرأة وألعاب خاصة بالأطفال سواء لا العصا والطوق مش الطوبة عصا وطوق. نرجع للدرس يا جماعة. الموسيقى والغناء عرف المصري القديم فنون الغناء والموسيقى ومن آلات الموسيقى الدف أو الناد أو المزمار. دي من الأدوات القديمة. طيب طبعا حديثا الوضع مختلف احنا بنتكلم على مصر الفرعونيه قديما. اما الغناء فكان نوعين منه غناء فردي وغناء جماعي. وطبعا نوعيه الغناء كان بيختلف في غناء في الافراح وغناء اللي هي الاناشيد الدينيه وغناء في المحافل العامه والاعياد القوميه. اللي هي زي طلوع الملك الفرعون على الارض. ما هو دي لسه الاعياد بقى. لسه عندي حاجه اسمها الاعياد المصريه القديمه وهي مختلفه ومتنوعه. فانا عندي اعياد اجتماعيه زي عيد الام وعيد شم النسيم دي من الاعياد الاجتماعيه يعني كانت من العادات المصريه القديمه في الاعياد الاجتماعيه. عندي اعياد دينيه زي عيد الاله امون وعندي اعياد سياسيه زي عيد جلوس الملك على العرش وعندي اعياد عسكريه اللي هو عيد النصر في المعارك اللي كان بيقودها الجيش المصري قديما واخر انواع الاعياد الاعياد الاقتصاديه اللي هو عيد الحصاد وعيد الفصل وعيد الفائضه وعيد الفائضه. تمام يا جماعه؟ يبقى كده درس الحياه الاجتماعيه بتلخص في العناصر التاليه، مهمه قوي شويه دول بقى. شويه اللي هقولهم لك دلوقتي مهمين جدا. لخص الدرس. اول حاجه وانت بتذاكر لازم تعرف يعني ايه حياه اجتماعيه، المصطلح ادفاء يتحفظ، المقصود بطبقه اجتماعيه يتحفظ، أعرف طبقات المجتمع الأربعة، بعد كده نواة تكوين المجتمع الأسرة، الأب واجباته وحقوقه، الأم واجباتها وحقوقها، الأولاد واجباتهم وحقوقهم، بعد كده آخد المسكن وقلنا إن هو بيتنوع من مساكن الفقراء والأغنياء وقصر الفرعون، الأساس اللي هو الفرش اللي بيتفرش في البيوت دي حسب الطبقة برضه وكذلك الملابس حسب الطبقة وكذلك الزين. نيجي بعد كده العادات والتقاليد، الطعام وآدابه والزيارة وآدابه. وسائل الترفيه، رياضة الصيد والأدوات المستخدمة فيها،
الالعاب الخاصه بالرجال اعرفها، واللي خاصه بالبنات اعرفها، واللي خاصه بالاطفال اعرفها. بعد ذلك الموسيقى والغناء والادوات اللي كانت مستخدم فيها، ثم الاعياد اجتماعيه دينيه سياسيه عسكريه اقتصاديه. في اي جزئيه مش واضحه من الدرس؟ لا درس واضح يا جماعه. طيب محتاجين اعيد اي حاجه في الدرس؟ واضح ملتزم. نبدا بقى نحل.